ماذا كتب ذلكم الغلام، ذلكم العاشق الذي هو يتفنن في مذاقات العشق في هذه القصة العجيبة؟ أيا معشر العشاق، بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى ماذا يصنع؟ عندما ذاق مذاقات العشق وما استطاع أن يتحمل أو أن يستوعب أو أن يجد صبراً لما يجده في قلبه من الوجد والعشق والهيام، فما استطاع أن يبقى في هذه الدنيا، فمات كمدا ومات ألما من شدة ما يجد في قلبه.